كل من يعرف كل كل أنا بطلتي أكل ليه؟ أنا خايفة. خايفة؟ خايفة من إيه؟ خايفة من أمي وجوز أمي وخالتي سكين. جوز أمك؟ وحسب الله مش أبوكي؟ لا أبويا، بس هو كل ما بيشوفني بيضربني وعايز يذبحني. لا لا، أنا مش عايزك تخافي يا بديعة، لأن طول ما أنت معايا هنا محدش يقدر يعوم حياتك، وبعدين هما مش هنا كمان، ما تخافيش، بس أنا عايزك تاكلي. يلا. يلا يلا. قلت لي بقى ابوكي كان عايز يتبعك ليه؟ ما تخافيش قولي، ما تخافيش قولي. عشان شفتهم من الخرج اللي في الشباك. كانوا بيعملوا ايه يا حبيبتي؟ ما تخافيش قول. كانوا بيموتوا نظرة بالليل. بصي بقى، انا عايزك تحكي لي وانتي بتاكلي، ماشي؟ يلا طيب يا حبيبتي، تقدري بقى تقولي الكلام الجميل اللي انتي قلتيهولي ده قدام ابوك وامك وخالتك سكينة؟
لا ده كان ابويا يذبحني هو وخالتي وامي وخالتي سكينه. هاتي ايدك هاتي. امال البيل كان قاعد مكان حضرتك ودتوه فين؟ هي فين الراحة دي يا بيه؟ هو اللي يجي عندكم هنا يشوف راحة؟ والله لو اعترفتي وقلتي على اسماء شركائك وقلتي اسماء اصحاب الجثث اللي لقيناهم مدفونين تحت اوضتك هترتاحي؟ أنا ما نعرفش حاجة يا بيه، ده المرة عديلة الكحكية هي اللي كانت بتجيب النسوان. عديلة الكحكية مين؟ دمارة من نسوان استغفر الله اللي ماشي على كيف كان بالزن على دماغي عشان خاطر نعمله البيت غرزة أتابي في دماغها قتل النسوان وانا ما نعرفش. برافو برافو. وعرفت ان أنيسة دي اختفت بعد دخولك الاسبيتاليا بكم يوم؟ بيومين بيبي. بعدها نزلت ندور عليها لحد ما عرفت ان بنت ريا جت لها خدتها قبلها بليله. اني رحت الريا على طول نساله على انيسه، قعدت تلف وتدور وتلوعني في الكلام، قمت هددتها اني هنجرسها ونفضحها. كنت هتفضحيها وتجرسيها بايه بقى؟ لانها كانت حايشه انيسه يا بيه، لكن هي دلتني على واحد عرباجي اسمه عبد الرازق وقالت لي انها هربت معاه. عبد الرازق؟ أنا يا بيه اللي أنا أعرفه ريا ولا عديلة. دي نسوان بترمي بلاها. وأني يمكن نكون شفت الحرمة الرزينة اللي اسمها ريا دي نوبة. النوبة دي كانت إمتى يا عبد الرازق؟ الله يرحمك يا سعادة البيه. هو أنا رحت الغرزة اللي عاملاها الحرمة الرذيلة دي ولقيتها قاعدة على طشت ومعاها شوية نسوان وبينظفوا الوز. ببص في الوز كده لقيته ميت. لعنت السنسفيل أبو اللي خلفوهم عشان بياكلوا في طيس. الحرمة الرذيلة دي حرمة رذيلة وهق أوي بتاكل في طيس. وقد استدعينا عديلة الكحكية لمواجهة عبد الرازق بأخوالها. تصدق سعادتك؟ هتصدق إن شاء الله. أنا مش عارف إذا كنت شفت الحرمة الرذيلة دي قبل كده ولا ها. أصل البني آدم مننا لمؤاخذة، البني آدم الحر اللي زي الكلمة تخرج من حنكه تنكتب فوق جبينه. يتهيألي يا سعادة البيه إن شفت المقطورة دي قبل كده. أيوة دي مقطورة من مقاطير ريا. أصل شكلها لمؤاخذة يعني شكلها قوي. أني مقطورة يا روح أمك؟ أني هنوريك. أنا ما يهمنيش الباب. انزل إيدي كمان. انزل إيدي فين؟ ولا لم نفسك يا ما تخلينيش أنطحن. أنت بتطحن ولا؟ خد بالك سعادة البيه. بصي أفندي. أيوه الختم ده لأبوه هما بيفحروا. وريني كده.
لا توفين وسط الجدد يوم الثلاث مش فاكرة. يوم الثلاث حسب الله ما خرجش من البيت، عبد العال هو اللي جه. عبد العال كان جاي لكم ليه بقى؟ ما نعرفوش يا بيه، أنا كنت قاعدة أنا وحسب الله نتعشوا والباب خبط انفتح فلا عبد العال. عبد العال جالكوا قبل كده يا زنوبة؟ لا يا بيه ما شفتوش، دي كانت أول نوبة نشوف. نعم طيب حوالو. أيوة حضرة المعاون. لقوه فين؟ عظيم. طيب ابعتولي طوالي من فضلك، متشكر أوي. عبد العال بقى قاعد يوميها لغاية امتى؟ بيت يا بيه. متشكر. لقوه في أوضة ريا في بيتها اللي في حارة علي بيك كبير. يبقى سرقته يا بيه. حسب الله انت ليه مصر يا حسب الله؟ انا بيه ما عنديش اي حاجة تانية عشان اقولها والله، كنت قلتها حتى ان شاء الله عشان خطر حضرتك يعني. فتشتوا بيت محمد عبد العال؟ ما عندوش بيت جنابك. امال عايش فين؟ عايش مع سكينة ومع اخوه. فتشتوا بيت سكينة؟ ايوه جنابك، وملناش في حاجة مهمة. فتشتوا بيت اخوه؟ لو جنابك امرت نفتشه هنفتشه. الله، لازم لازم بنفسك يا ابراهيم افندي. وديت حاجة محمد فين؟ جوه في الكراويت. طب قولي ما بتاعتك اشتريتها بحر مالك. واخدها فين دي يا حد الظابط؟ دي بتاعت مرات اخويا حتى اسأل. عارفة ايه دي؟ فنلة بنتي يا بيه كانت لابساها يوم ما خرجت وما رجعتش. ايه اللي جاب الفنلة دي في بيت اخوك يا محمد؟ انا اعرفش يا صاحبي بيه، انا مرات اخويا بتقول انها اشتريتها من يجي جمعتين. لا يا بيه لا، دي فنلة بنتي كانت لابساها تحت جلابيتها. يبقى انت اللي موتها، انت اللي موت بنتي، انت اللي موت بنتي. يعني ما نعرفش بنتك يا ست ولا عمري شفتها. كذاب كذاب، دي كانت ساكنه في الاوضه اللي قدامكم، يبقى ازاي ما شفتها؟ طيب يا ست خديجه، ست خديجه اتفضلي انت دلوقتي. يلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. Thank you.
ها يا محمد، احكي لي بقى ايه علاقتك برايه وحسب الله؟ كانوا نسايبه ساعه البيه، ولما طلقت سكينه هم راحوا من سكه وانا رحت من سكه. يعني انت ما بتشوفهمش ابدا بعد الطلاق؟ لا ساعه البيه. امال الناس اللي شافوك معاهم دول ايه؟ كدابين يا ساعه البيه. أني كنت في البلد ما رجعتش منها إلا بعد 5 أشهر. الله، أمال كنت بتعمل إيه في بيت حسب الله يا محمد؟ مهني يا سعادة البيه، أصلي قابلت حسب الله على القهوة اللي إحنا بنقعدوا عليها، كان عازمنا على العشاء، خدني ورحت معاه البيت وتعشينا وصيرنا لحد قرب الفجر، لما جيت أمشي حلف يمين بالطلاق قال لي أقعد معاه. لا، اذا كان حلف بالطلاق يبقى انت رجعت من البلد امتى يا محمد؟ من يومين ساعة البيه. غريب قوي، اصل الحوالة دي انت بعتها لحماك بتاريخ 18 سبتمبر 1920. الله، طب ما ده معناه انك راجع من البلد بقالك شهرين يا محمد. تعال يا بديع. تعرفي؟ ده عم عبد العال جوز خالتي سكينة. ده بقى كان من ضمن اللي شفتيهم؟ أيوة. يا بيه، انا دخلي ايه ده كله؟ انا ما اعرفوش حاجه. طب ورايا مصلحتها ايه انها تتهمك في اقوالها بان انت كنت بتقدر المصانع وبتدفنها؟ مره بطاله شهادتها ما تمشيش عليا. يعني انا لو جبت لك بديعه دلوقتي وايدت في اقوالها وجهتك بكلام امها وشهدت بان انت كنت بتروح البيت عندهم كتير، هيبقى ايه الوضع؟ هات يا سعادة، انا موجود اهو. ايوه، ده عرابي كان بيجي عندنا البيت. اللي انت شفتيهم؟ ايوه. كدابه يا 160 كدابه، كل اللي بيتقال ده كده. اني ما نعرفش الناس البطاله دي. ما حصلش يا سعاده البيه. يعني انت ما اجرتيش اوضتك لمحمد خفاجه وعديله وعبد الرازق وانيسه؟ يا بيه، اني ماليش في الحاجات اللي زي دي، انا مش محتاجه، وكمان ماليش في الخبص والمسخره دي. كدابه يا سعاده البيه، الراجل ده عمره ما شافني قبل كده. قصدي يعني أنا أول مرة أشوف الراجل الرزيل ده. شيخ أحمد، أنت متأكد من صوت عبد الرازق؟ أنا نعرف الصوت اللي نسمعه ولو من 10 سنين، نعرفه طوالي. عبد الرازق، عبد الرازق، أنت هتتعبني ولا إيه؟ ها؟ تصدق يا سعادة البيه؟ هتصدق إن شاء الله. الراجل ده صاحب محمد خفاجة، ومحمد خفاجة هو اللي قال له يقول عليا كده. أصل محمد خفاجة يا سعادة البيه هو وريا على طول مع بعضيهم بيقضوا وقتهم في الخمارات وبيتها، والولية ريا الرزيلة دي هي اللي قتلت النسوان، ومحمد خفاجة هو الشركة، والحكاية كلها يا بدعمة. هيعرفني ازاي ده؟ يا عسكري، وصل الشيخ احمد. لا عم، ده كل حاجة من طبطب. السلام عليكم.
دي كل الحاجات اللي لقيتوها في بيت سكينة؟ ايوه جنابك. السيد وكيل النيابة هو اللي فتش؟ لا جنابك، انا اللي فتشت الاوضه وجربت محتوياتها. طيب انا عايز اشوف الاوضه دي بنفسي. اتفضل يا أني ما نعرفوش يا بيه، أني أول مرة نشوف. أول مرة تشوف إيه؟ أقول لك أنا بقى سكينة، الخاتم ده بتاع ويليام. ويلي خدتي أنت وفردوس ورحتوا للجرس السايخ جرب الشحات. بعد ما موتي فردوس رحت انت لوحدك وخدتيه. مش انا يا بيه اللي موت فردوس. كويس اوي، كويس اوي. انا عايزك بقى تقعدي كده وتحكي لي بالظبط انتوا ايه حكايتكم. لقد امرنا بالقبض على امينة منصور والحفر في الحجرة الخاصة بها بالبيت رقم 8 الكائن بحارة النجا، واستخراج الجثة المدفونة بها الخاصة بنبوية بنت جمعة، واستدعاء زوج الضحية الحاج حسين علي وفيق للتعرف عليها. كما أمرنا بالقبض على كل من علي حسن الصائغ ومحمد علي القادوسي الشهير بأبو أحمد النص،
أغلق المحضر في ساعته وتاريخه.